يسعد أوقاتكم، معكم فريق الأكلات التراثية. اليوم محطتنا الملوخية اللي هي أشهر الأطباق الطرابلسية. إذا منسأل ليه أشهرها، منقول لأنها طيبة وسهل تحضيرها. حكيوا عن أصلها كتير، من أهم حكاياتها إنه اسمها بالأصل ملوكية لأنها كانت تتقدم للملوك، ومنهم منقول على مر العصور تغزل فيها كتير من الشعر. لنحكي عن الملوخية الطرابلسية، بتتحضر خضرة ويابسة وبتنطبخ عن دجاج أو لحم لتوأمها الكزبرة والثوم، وكمان بتنطبخ بالزيت، زيت الزيتون والبصل والبندورة والفلفل الحار. الملوخية أشهر طبق مش بس بطرابلس ولبنان، كمان بشمال أفريقيا والسودان ومصر، أم الدنيا، وما منبالغ إذا منقول بكل العالم. وهيك خلصت خبريتنا لليوم. موعدنا الأسبوع اللي جاي مع خبرية طبخة تراثية جديدة.